أهلا بكم أصدقائي في اليوم الثالث والتمرين الثالث من دورة سحر الامتنان، علاقات يغمرها سحر الامتنان. علاقاتك بالآخرين هي التي تمنح حياتك البهجة. الامتنان يجعل العلاقات تزدهر وتختفي المضايقات الصغيرة والشكاوى. تمرين اليوم هو أن تكون ممتنا للآخرين على ما هم عليه. اختار 3 أشخاص ممن تربطك بهم علاقات وطيدة وجهز صورا لهم. ابدأ يومك بتمرين عد النعم. ضع صور 3 أشخاص أمامك وفكر في أكثر الأشياء التي تحبها وأعد قائمة ب5 أشياء تشعر بالامتنان بسببها تجاهها، واكتب كأنك تخاطب. شكرا، واسم الشخص من أجل كذا وكذا، الأشياء التي أنت ممتن له عليها. احمل الصور خلال يومك وكرر ذلك على الأقل 3 مرات. كلما كنت أكثر امتنانا للأشياء الجيدة في علاقاتك، تغيرت حياتك على نحو أسرع وبشكل عجيب. قبل النوم ضع صخرة الامتنان في يدك وقل الكلمة السحرية: شكرا يا الله من أجل أفضل شيء حدث في اليوم.